صحيح. إن شاء يعني الله. استاذ محمد وحضرتك موجود، يعني لازم انتهز الفرصه واقول لك توقعاتك ايه. يعني عرفنا ان الانتخابات والله هتتم على يومين والمراحل كثيره، بس في الاخر اكيد ليك توقعات مين أنا هيكتسح. هقول لحضرتك، أنا وصفت العملية الانتخابية بالتورته. تورته، احنا لسه في مرحلة زي ما قلت قبل كده في كي جي 1 ديمقراطية. احنا أنا بقول إن الإخوان هياخدوا من النهارده، بقول أهو 40% من التورته. السلفيين 30% وال 30% الآخرين الأحزاب والتيارات الأخرى. وهتشوفوا كلامي صح ولا غلط، لأن أنا راصد العملية الانتخابية فعلا، وانا عارف يعني انا المواطن العادي انا بحس بيه، لان هذه دي التورته. احنا ومجلس الشعب اللي جاي ده مش هيبقى المقياس على يعني فكره. رد فعل الشارع المصري بعد كده هيكون ايه؟ هل فعلا مجلس الشعب لو اتقسم بالطريقة دي فعلا هيستمر، ولا ردود الأفعال هو في الشارع ممكن مشكله، توقفه؟ هقول لحضرتك، هو مجلس اللي جاي ده انا مش هعتبره مجلس موجود، هو مجرد مجلس ان هو نعيد اعاده يعني اعاده بناء الدوله الحديثه. احنا دلوقتي داخلين على البرلمان جديد، البرلمان ده اللي جاي ده مش هو ده البرلمان اللي هيعبر عن الامه زي ما الناس متصورين. احنا البرلمان اللي جاي ده، لان احنا مختلفين، احنا من النهارده في ائتلافات ممتنعه عن صح، على الادلاء، مستوى الشارع. مقاطعه، وده بيقودنا الى ان الشيخ القرضاوي النهارده طلع فتوى وقال من يقاطع الانتخابات فيعتبر يعني كاتم للشهاده. وانا بقول للساده المواطنين النهارده توجهوا، لان هو نسمع الفتاوي، هذا فتوى على مسؤوليه الشيخ القرضاوي انه كاتم الشهاده يعني بيعتبر يعني اسم يعني من وجهه كاتم نظره هو. الشهادة هنا لتيار معين ولا كاتم لا، الشهادة كاتم عموما؟ الشهاده كمواطن مش تيار معين، هو الشيخ القرضاوي لا يعبر عن تيار معين، هو يعبر عن الفتوى، هذه الفتوى من الناحيه الاسلاميه، هو بيتكلم على الاسلام كديانة يعني. طيب خلينا نتكلم يا فندم على زي ما حضرتك قلت تاني المراحل وفكرة التقسيم اليومين وفكرة الكلام ده كله. هل متوقع ان يكون في الاعداد، يعني هل هتكون على اني دوائر بمتابعتك زي ما قلت انت متابع كويس جدا، العادة هتكون في اني دوائر، انهي الدوائر الاكثر سخونة من دوائر اخرى؟ هقول لحضرتك حاجة، انا شايف بره يعني احنا في القاهرة او الدوائر العاصمة او القاهرة الكبرى مش هنحس بيها. هو المنافسة الحقيقية في الدوائر الملتهبة خارج القاهرة والعاصمة خالص، وده الكلام اللي قلته قبل كده مرتبط بالعصبية بالقبلية، وده قصة تانية خالص. يعني احيانا في عهود في بعض القبائل او بعض العصبيات في الصعيد يعني بيحط العملية، يعني بيضع ان لابد ان يدلي بصوته لابن بلده، هو كده حتى لكي صحيح. يكون. وللاسف الشديد انا بتوقع عدد كبير جدا من فلول الحزب الوطني هيدخلوا الانتخابات اللي جايه، هيبقى اعضاء في مجلس، وهيحصل مشاكل من النهارده. بقول اهو قانون تفعيل قانون الافساد الإفساد السياسي اللي السياسي. هو قانون الغدر او العزل سيتم تطبيقه. النهارده طلعت المحكمه القضاء الاداري، طلعت امبارح قرار او حكم قالت ان محكمه الجنايات هي المختصه بالفصل في مدى قانونيه المرشحين في بالنسبه لقانون الافساد السياسي، وبالتالي هناك مشاكل هتحصل في المجلس اللي جاي ده. يتم تطبيق قانون بعد الانتخابات، اخوات، طب وده اسوأ لازمته ايه؟ حاجه. هقول لك حاجه، هو كان بصراحه كان هناك تباطؤ من جانب المجلس العسكري، وانا بقول انا مواطن وبتكلم، وكان يجب ان يصدر هذا القانون قبل فتح باب الترشيح على الاقل بثلاث شهور، حتى يستطيع المواطن ان يعني يقول رايه ده في حمام الجهود المرشح. ذاتية دلوقتي، يعني دلوقتي احنا المواطنين عاملين قوائم كده، يعني زي ما بيقولوا ايه، بالجهود الذاتية، ايوه امسك فلول ايوه وقائمة الفلول وبتاع، بنحاول على قد ما نقدر بس يعني. الفلول وبعدين موجوده. الفلول مش كلهم وحشين على هقول فكرة، لحضرتك، معلش بس. احنا مش هنقول كل الفلول. هقول لحضرتك حاجه، صحيح. هو الفلول محسوب على النظام السابق. ايوه ما صح. طب اديني تبرير واحد، ما حدث في الايام الاخيره في شارع محمد محمود؟ من وراء كل البلطجيه اللي كانوا بيستخدموا المولوتوف القنائل لا مؤاخذه الاسلحه الناريه احنا مش عايزين كلهم من نتطرق للموضوع اتباع ده معلش الفلول؟ لا، انا دلوقتي، بتكلم عن قضيه بلعين على مهمه. راسي بس مش دلوقتي. لا، انا برصد مشهد سياسي. يعني تمام بس. الفلول احنا قلنا مش هنقول الفلول، كان يكون 10% يعني الفلول كويسين، ولكن 90% استفادوا من النظام السابق، استفادوا ماديا، استفادوا ادبيا، استفادوا كتير، واكيد عايزين نحافظ على ده واستولوا طبعا. ونهبوا الاراضي، صحيح صحيح. اراضي الدوله، وبالتالي هؤلاء لهم مصلحه في الاخلال بالامن في المرحله الحاليه. عشان كده اللي بنقوله بقى النزول للانتخابات يا فندم، النهارده كل مواطن بيتفرج علينا دلوقتي، لو في المرحله الاولى، المرحله الاولى، المرحله الثانيه لسه، استنى تمام. شويه، المرحله الاولى يعني
هل النزول دوت زي ما قلنا تاني، عايزين ناكد يا فندم، هل ده مسؤوليه وطنيه ولا مسؤوليه تجاه مين؟ احنا هنا يعني حتى لو احنا عندنا تحفظات، في ناس كده عندها تحفظات على العمليه الانتخابيه تمام. وعلى ميعاد الانتخابات تمام. وعلى كل حاجه، تمام. نعمل يعني نزول ده انا بقول لا، اهميته ايه؟ انا هقول حضرتك، اولا انا بقول الافضل الواحد يتحرك، عجله الديمقراطيه تتحرك، المواطن يطلب صوته. هنقول هنفترض 50% 70 80% من المواطنين بيطلب صوتهم. احنا في الاول عايزين تتوقع مشاركه قد ايه؟ المشاركه بصراحه كام في المية؟ ما تزيدش عن 70% في الصحيحه يعني. مش هتزيد عن 70%، وفي منهم نصهم خوفا من الغرامه الماليه. 70% في اول تجربه على فكره كويس، ده في حاجه يعني خطيره، احنا مش واخدين بالنا. احنا يعني احنا مع احترامي البلد، النظام السابق ودانا الى مرحله، احنا النهارده نسبه الاميه في مصر رسمي من خلال سجلات النظام بقت 45%، انا بقول النهارده 85% اميه، مش اميه عليك. لا هذا رايي، الاميه مش اميه قراءه وكتابه، اميه فعلا. سياسيه. ما يحدث في ميدان التحرير لو كده يبقى احنا كتير قوي. احنا في اميه، احنا في اميه سياسيه، لا اقصد الاميه الاميه اللي هي بس القراءه عجبني في كلامك والكتابة. حاجه حلوه جدا على جنبني، كان حضرتك حاجه كده حلوه جدا لما انت قلت، بس برضو الوقت ما تاخرش، بس برضو لازم نبتدي حتى لو كان نبدا طبيعي. انا قلت نحرك عجله الديمقراطيه، دي مهمه جدا، نحركها افضل ما تقف، نحركها قد تكون ببطء بس نحركها، تحفظات وكده بس تمشي. هقول لحضرتك احنا في ثوره، وهذه الثوره قائمه على مدار، الثوره دي ليها توابع زي الزلزال، احنا حصل ثوره زلزال كبير في توابع، ما يحدث الوقت توابع، هناك اراء، اراء يقول نعم، في اراء نعم يتحفظ، وفي واحد او مجموعه تقول لا، وبالتالي احنا لابد ان نواجه المرحله القادمه من خلال الانتخابات اللي احنا هنبدا اولى مراحلها النهارده، ونتمنى من المشاركه الفعاله من جميع اطياف الشعب بغض النظر عن التيارات السياسيه، احنا بنتكلم باسم مصر، وبالتالي بحس الساده المواطنين وكل مواطن بيحب هذا البلد ويحب يحرك هذا البلد انه يدلي بصوته، وهذه المرحله الاولى في العمليه الانتخابيه، ونتمنى اليوم ان تعدى بسلام وبخير ويكون امن وامان لكل مصر. يعني حضرتك مش شايف ان التوقعات اللي قلتها اللي يعني بتختص بيها احزاب معينه ممكن تكون محبطه جدا للمواطن العادي، يعني يبقى خايف ان هو ينزل الشارع يقول على فكره انا صوتي مش هيأثر، ما هو 70% هم البرلمان خلاص محبوس، كل اطياف المجتمع موجوده، والله دي اطياف، احنا هننتظر ونشوف نتيجه الانتخابات. المستشار احمد الزين امبارح قال كلام خطير جدا، او اول امبارح في احلى تصريحاته قال خطير، قال لك المرحله الاولى هتمشي، المرحله الثانيه دي ربنا يستر عليها، وده كلام اللي باكده. ليه ايه يعني ايه ليه؟ المرحله الاولى هتبقى زي البروفه، حاجه كده جس نبض، المرحله الثانيه بقى هتبقى مش المرحله الثانيه، اليوم التالي، ما اقصدش اليوم الثاني، اليوم التالي المرحله الاولى، انا اقصد بكره يعني. ده هتبقى عمليه طحن يعني على رايي. اشمعنى؟ طب انا عايز افهم بس ليه، لاني هقول لحضرتك حاجه، يعني في اليوم الاول ده بيبقى حشد كل الجهود، جهود كل الاحزاب وكل التيارات، هما بيحس بقى بيعرفوا الخريطه ماشيه ازاي، بناء عليها بيتحركوا في اليوم التالي. زي ما اكون ايه، انا هدي مثل باختصار، زي ما اكون انا قصرت في السنه في الترم الاولاني من في الكليه، فانا اعمل في الترم الثاني حياه او موت، هو ده اللي هيحصل، ربنا يستر. وانا وده اليوم التالي، يعني اول يوم الانتخابات، اليوم الاول في الانتخابات انا متوقع ان يكون يعني هيمشي بهدوء اللي هو هيبدا النهارده، ولكن اليوم التالي هيبقى اكثر دمويه وعنف. لا ما تقولش كده والنبي، يعني احنا لسه بنطمن الناس، انا بنقول لهم انزلوا، هقول لحضرتك بنقول دمويه وعنف، حرام عليك. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، يعني انا قبل ما اكون في هذا المنصب انا قعدت فتره كنت محرر امني، وانا برصد اكثر من حوالي 25 سنه محرر امني، احنا كده فاهم الخريطه الامنيه في مصر. لا ما احنا هنقول ان هي مش دمويه، هنقول ان هي مجازا، احنا نقصد ان هيبقى في صراع شديد جدا على التصويت في لجان الانتخابات. البسوا حيله كده يعني، خلوا بالكم، يعني قصدي اقول ان احنا لازم برضو ناخد مخاطره وننزل حتى لو كان في ما فيش حاجه بتمشي كده. لا يا الناس كانت بتنزل تتضرب في الشارع، مش هينزلوا يتخبوا، قابله للصح وغلط، والنبي ولكن انا توقعاتي باعتباري انا راجل من هذا نسيج هذا الوقت، انا فاهم، انا مش بتكلم الكلام ده في غرف مغلقه، انا من الشارع، هذا الكلام انا جاي مش على الهوا، انا الكلام ده يعني في تلاحم بيني وبين المواطنين عاديين في الشارع، فبعبر عن هؤلاء المواطنين في المكان ده، فبقول هذا رايي الشخصي بناء على
آراء المواطنين العاديين في الشارع المصري. صحيح. يا رب الوقائع بقى تقول غير كده، يعني الآراء يعني بس يا رب الوقائع تقول غير كده. أتمنى. أستاذ محمد زكي كاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوفد، بنشكر حضرتك جدا النهاردة ونورتنا، وإن شاء الله يعني هنبعد شوية عن التوقعات دي عشان هي بتخض. نفرح الناس برضه إن شاء الله. بشكر حضرتك. بدأنا اليوم وقلنا ان هو يوم تاريخي، احنا النهارده في الساعه الثالثه او دلوقتي في الساعه الثالثه من التصويت، المرحله الاولى. تاني هرجع اقول اللي في المرحله الثانيه وقاعدين بيتفرجوا علينا اتفرجوا علينا، لكن اللي في المرحله الاولى من كل محافظات القاهره واسكندريه وكل محافظات المرحله الاولى وبيتفرجوا علينا هنبقى زعلانين جدا، ما تتفرجوش علينا، انزلوا فضلكم، انزلوا دلوقتي وبعد شويه وبعد ساعه لحد الساعه 7، عندكم لحد الساعه 7 النهارده وبكره ان شاء الله. اللي معرفش لسه مكان لجنته، معرفش الرقم بتاعه، يتكلم في التليفون 140 دليل او يبعت اس ام اس لرقم 5151 او يدخل على الانترنت على الموقع اللي هو بالظبط الانتخابات المصريه لجنه الانتخابات هي بالزبط. ما ده خلاص كل الناس عارفاه دلوقتي ايجيبشن الكشن 2003، اللي مش عارف يقول لحد تاني يعرف وهكذا. المعاقين هيبقى لهم طريقه دخول، ذوي الاحتياجات الخاصه هيبقى لهم طريقه دخول، المسنين لهم طريقه دخول، مش بس عشان خاطر احنا اللجان منظمه، عشان زي ما احنا شفنا ايام الاستفتاء الاهالي نفسهم، وزي ما كنا بنقول من شويه ان احنا كمواطنين علينا مسؤوليه قد مسؤوليه الجيش وقد مسؤوليه اللجان الانتخابيه في تامين، وان احنا فعلا نقول للعالم كله زي ما قدرت تونس تحقق دوت وزي ما قدرت المغرب تحقق دوت، احنا نقول للعالم كله ان احنا عندنا بجد بدايه حقيقيه للديمقراطيه، حتى لو كان عندنا تحفظات وحتى لو كان عندنا مشاكل. معلش خلينا نبدا زي ما كنا بنقول من شويه. نشكر حضرتك تاني مره تانيه، بنشكر كل المشاهدين اللي تابعونا النهارده، بكره ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد، نهاركم سعيد يوم التاني ان شاء الله. Yeah.